قام باران بإزالة الأريكة من الغرفة وأخبر باران ديلان أنه سينام معه على السرير. سوف ينام باران وديلان معا، كلاهما سوف يستنشق رائحة الآخر. سوف يعانق باران وديلان بعضهما البعض دون أن يدرك ذلك في الليل. يعاني ديلان وباران أكثر فأكثر كل يوم. رأينا أن صبيحة جاءت لتقتل باران. آمل أن يكون هذا المشهد حلم ديلان. لا ينبغي أن يعاني باران وديلان بعد الآن. أولئك الذين يفكرون مثلي، يرجى الضغط على زر الإعجاب في الفيديو. سيقول ديلان أولاً إنه لن ينام مع باران. سيحمل باران ديلان بين ذراعيه ويضع ديلان في السرير. عندما يضع باران ديلان في السرير، سيكون هناك تقارب بين الاثنين. سيواجه باران صعوبة في النوم ليلاً. سوف ينظر باران إلى النار التي أشعلها هو وديلان. سيقول باران أن كل شيء يمكن أن يحترق، لكن ما في قلبه وعقله لن يمحى أبداً. صبيحة تريد القتال مع باران، لكن من غير الممكن أن تأتي صبيحة إلى القصر وبيدها مسدس، ولذلك فإن هذا المشهد سيكون حلم ديلان المخيف. يريد باران الانتقام من ديلان وإيذاء ديلان، لأن باران يعتقد أن ديلان كان يخدعه ويلعب بمشاعره. كان حب باران لديلان عظيماً، ولهذا السبب سيكون غضب باران تجاه ديلان عظيماً جداً. لم يعد باران قادراً على رؤية الخوف والألم في عيون ديلان. تمكن ديلان من دفع صبيحة وباران إلى الجنون من ناحية. قام باران وديلان بحرق الصورة التي التقطاها معاً في يوم زفافهما. يذرف ديلان وباران الدموع. لا ينبغي أن يعاني ديلان وباران بعد الآن، وكلاهما يستحق أن يكون سعيداً. أولئك الذين يفكرون مثلي ويحبون باران وديلان يجب عليهم الضغط على زر الإعجاب في الفيديو. دعونا نرى ما إذا كان سيكون هناك 1000 إعجاب وتعليقات على شكل قلوب. سيعطي باران ديلان الهدايا التي اشتراها أزاد وجيهان. طلب باران من ديلان أن ترتدي فستانا جديدا وتبدو جميلة أثناء لعب دورها. قال ديلان إنه سيمزق الحب من قلب باران. إذا لاحظت، فإن باران ينظر أحياناً إلى ديلان باشمئزاز. باران يهين ديلان ويتهم باران ديلان بأنه كاذب. ينكسر قلب باران ويريد باران معاقبة ديلان. في الواقع، يريد باران أن يظهر لديلان أنه لن يظهر الرحمة. وعلم باران أن الشخص الذي هاجم القصر يوم الزفاف هو صبيحة. باران يحاول فهم ما هي نوايا صبيحة. يريد باران أن يعرف غرض الصبيحة التي يعتبرها عدوه ويهزم عدوه. يريد ديلان الهروب من القصر والمغادرة. قال باران إنه سيعذب ديلان، لكن في الواقع لا يزال باران يحمي ديلان، لأنه إذا علم أن ديلان هربت من حفل الزفاف فإن حياة ديلان ستكون في خطر. لهذا السبب، يريد باران أولاً أن يتعلم كل شيء، ثم يصلح كبرياءه المكسور ويرسل ديلان بعيداً. قال باران إنه سيجعل ديلان يدفع الثمن. قال ديلان إنه سيكسب كراهية باران وأن باران سيرسل ديلان بعيداً عن القصر. سيكون غضب باران تجاه ديلان أكبر مما توقعنا. أخبر باران ديلان أنه سيتناول العشاء العائلي في المساء ويريدها أن تبدو جميلة. سيقول باران أن ديلان لم يخدع نفسه فحسب، بل خدع عائلته أيضا. سيطلب باران من ديلان أن يقول الحقيقة لعائلته. سيرى ديلان أن الجميع سعداء للغاية. ستلتزم ديلان الصمت لأنها لا تريد أن تزعج أحدا. يجب أن يتعلم باران عن الشر الذي فعلته صبيحة لديلان. لا ينبغي أن يعاني باران وديلان بعد الآن. أولئك الذين يفكرون مثلي، يرجى الضغط على زر الإعجاب في الفيديو. يقول باران إنه سيعذب ديلان وأن ديلان الآن سجين في القصر. قرر باران وديلان التخلص من الذكريات التي تذكرهما بحبهما. سوف يحرقون كل شيء، بما في ذلك صور الزفاف. كلاهما يقعان في حب بعضهما البعض بجنون. لكن باران وديلان لا يستطيعان تجربة هذا الحب وقلوبهما تنزف.
أهلا بالجميع. قال ديلان كلمات قاسية جدا لباران. باران منزعج جدا لأنه يعتقد أنه تم خداعه. قال باران إنه سينتقم من ديلان. كان ديلان يحاول حماية باران، لكن ديلان هو الذي سبب لباران الألم الأكبر. حطم ديلان قلب باران. يعتقد باران أنه فقد والدته أولا، والآن ديلان الذي ربطه بالحياة. عانى باران من خسارة كبيرة وجرح كبريائه. نجح ديلان أخيرا في دفع باران إلى الجنون. سيبدأ باران في معاملة ديلان بشكل سيء. في كل مرة يعامل باران ديلان معاملة سيئة، سيتأذى باران أكثر. يجب أن يتعلم باران ما فعلته صبيحة. يجب أن يستمر حب باران وديلان من حيث توقف. لا أستطيع تحمل رؤية ديلان وباران يعانيان. أولئك الذين يفكرون مثلي، يرجى الضغط على زر الإعجاب في الفيديو. سيعاني باران كثيراً، لكن باران سيظل يرغب في معرفة من هي صبيحة وعلاقتها بديلان. تريد صبيحة أن تجعل باران يعاني من خلال اللعب ضد باران وديلان. ولكن الآن حان دور باران ليلعب اللعبة. سيلعب باران الحيل على صبيحة، وسيتصرف باران بغضب من ديلان. لقد عاد باران القديم، وسيفكر باران فيما قاله ديلان وسيعاني. قال ديلان إنه استخدم رحمة باران، ولهذا السبب قال باران إنه لن يرحم ديلان. تم التأكيد على أن ديلان هي الابنة الحقيقية لصبيحة. بينما تحاول صبيحة الانتقام من جولشا، تتسبب صبيحة في معاناة أبنتها ديلان. سيقوم ديلان بتضميد يد باران المصابة. سيرى كل من في القصر أن باران يعاني. سيتحدث كودريت مع باران ويطلب منه التحلي بالصبر ومنح ديلان الوقت. سيكون هناك جو قاتم في القصر مرة أخرى. عندما عادت ديلان إلى القصر، جلبت معها السعادة. أزادي سوف يغضب من ديلان. سيصبح العيش في القصر صعبا مرة أخرى على ديلان. أهلا بالجميع. أخيرا أنهى ديلان الحب في قلب باران. قال ديلان إن باران كان رحيماً واستخدم رحمة باران للانتقام. أضر ديلان بكبرياء باران بشدة. قرر باران الانتقام من ديلان. باران سيتحدث مع صبيحة ويخبرها ألا تقابل ديلان بعد الآن. سيقول باران أن ديلان أصبح الآن سجيناً في القصر. سوف تفهم صبيحة أن باران غير سعيد. لذلك يجب على صبيحة أن تسمح لديلان بالبقاء في القصر في الوقت الحالي. يجب أن يتعلم باران ما فعلته صبيحة.